السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الرجوين خواتاتي الرجوية، جيتكم اليوم فيديو جديد واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. وقبل ما تفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش انك تشارك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك. ونخليكم دابا مع الانترو. نبداو اخوتي الرجوين خواتاتي الرجويات الفيديو ديالنا على بركة الله. الرجاء يودع المايسترو وعميد الفريق السابق محسن متولي. ودع نادي الرجاء الرياضي نجمه السابق محسن متولي مساء اليوم السبت، كما تمنى له حظا موفقا في مشواره المقبل. وشكرت الصفحات الرسمية للرجاء الرياضي على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر محسن متولي على كل ما قدمه للفريق. وكان محسن متولي قد عاد للرجاء قبل 4 مواسم قادما اليه من الدوري القطري، واحتكم خلال فترته السابقه على اقوى عقد بين كل لاعبي الدوري المغربي باعلى مكافاه توقيع سنويه وقد فاقت 500 ألف دولار. وتحصل محسن متولي مع الرجاء على كافه البطولات الممكنه محليا وقاريا، الا ان العقد الذي التزمه على امتداد اكثر من 13 سنه رافق خلالها النادي تمثلت في دوري ابطال افريقيا. وحافظ محسن متولي على مكانته بالفريق من بين جيل وصافة مونديال أندية خلف باير ميونخ، بعدما غادر زميله السابق عبد الإله حفيظي الموسم المنصرم صوب الحزم السعودي. ويتكنف الغموض المستقبل محسن متولي صاحب 36 سنة بعدما ربطته تقارير بأندية مغربية عن طريق توقيع صفقة انتقال حر وأخرى أكدت عودته للعب مجددا بالدوري القطري. الرجاء يدخل في معسكر تدريبي مغلق الأربعاء المقبل بالجديدة عودة أكادير. قرر نادي الرجاء الرياضي الدخول في معسكر إعدادي استعدادا للموسم الكروي المقبل. وعلمت قناة نادي الرجاء العالمي أن الرجاء الرياضي سيدخل معسكرا تدريبيا انطلاقا من يوم الأربعاء المقبل بمدينة الجديدة عود مدينة أكادير كيفما كان مقررا في الوقت السابق. ويأتي المعسكر الإعدادي للنادي الأخضر بهدف خلق الانسجام بين لاعبي الفريق، وقبل أقل من شهر عن تاريخ بدء البطولة الاحترافية إنوي قسم الأول والتي ستنطلق في الثاني من شوشنبر المقبل. وسبق للفريق أن تعاقد خلال الميركاتو الحالي مع كل من إسماعيل مقدم ومحمد بوركسوش، سعيد أزروال، مهدي بوقاسي، يسري بوزوق، عبد الرؤوف بن غيد، زكريا حدراف، يوسف الحويزي، محمد بن تشيك، وعبد الحي فرسي، وحمزة خابة، وحمزة مجاهد. وفي ظل توفره على 7 لاعبين أجانب جبريل سيرا وبادي بانغا وكابانغو الأقرب لمغادرة الرجاء لفسخ المجال أمام الوافدين الجدد. من المنتظر أن يحسم التونسي فوزي البنزرشي مدرب فريق الرجاء الرياضي خلال الأيام القليلة القادمة في لائحة الأسماء التي ستغادر القلعة الخضراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويعتبر ملف اللاعبين الأجانب الأكثر ما يشغل بال إدارة النادي الأخضر، إذ سيكون الفريق مطالبا بالاحتفاظ فقط ب4 أسماء ضمن القائمة الفريق التي ستخوض منافسة الموسم المقبل مقابل تصريح العناصر المتبقية. ويتوفر فريق الرجاء الرياضي إلى حدود اللحظة على 7 لاعبين أجانب، ويتعلق الأمر بعبد الرؤوف بن غيش، محمد بوكاسي، يسري بوزوق وغاية مرباح من الجزائر، والغيني جبريل سيرا العائد من الإعارة، والكونغولي كاديما كابانغو، والبلجيكي بيني بادي بانغا. ويعتبر الثلاثي جبريل سيرا كاديما كابانغو وبيني بادي بانغا من أبرز المرشحين لمغادرة القلعة الخضراء خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك لتأهيل الوافدين الجدد. للإشارة فعزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي يتواجد في الوقت الراهن خارج أرض الوطن لمفاوضة لاعب أجنبي قصد استقطابه، وفي حال تمت الصفقة سيكون الفريق الأخضر مطالبا باستبعاد أحد اللاعبين الجزائريين. تأجيل موعد سحب قرعة الدور التمهيدي لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تأجيل موعد سحب قرعة الدور التمهيدي لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية. وذكرت تقارير متطابقة أن الجهاز الوصي على اللعبة في إفريقيا قرر تأجيل موعد القرعة ليوم واحد، إذ ستسحب بعد غد الثلاثاء بدل يوم غد الاثنين. وحسب بلاغ سابق للكاف فالحدث المذكور سيحتضنه مقر رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، وسيجرى ذهاب الجولة الأولى ما بين 9 و11 شوشنبر
في حين سيلعب على الإياب ما بين 16 و18 من الشهر ذاته، بينما حدد الكاف الفترة الممتدة من 7 و9 أكتوبر موعدا لذهاب الجولة الثانية على أن تلعب لقاءات الإياب ما بين 14 و16 من الشهر ذاته. ميركاتو الرجاء يزعج الأقلام المأجورة ويطيح أقنعة الصحفيين أدمنة الصفحات المجهولة. في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة من الصفحات المجهولة بأسماء مختلفة، وأغلبية هذه الصفحات السوداء أو المجهولة أنشأها بعض الصحفيون المعروف انتمائهم والمعروف عليهم خدمة أجندة رؤساء أندية معينة، من بعد ما أصبحوا ورقة محروقة وتم كشف نواياهم السيئة، ولم تعود لديهم الجرأة لمحاربة فريق الرجاء في صفحاتهم الرسمية خوفا من ردة فعل الجماهير الرجوية. ارتأوا إلى إنشاء هذه الصفحات للاختباء وراءها وجلد فريق الرجاء كما يحلو لهم بدون حاسب ولا رقيب. سياسة الضرب تحت الحزام التي لا تمت لأخلاقية المهنة بصلة، والتي تنهجها بعض الأقلام المأجورة وتستغل صفحاتها السوداء التي تم إنشاؤها لأغراض دنيئة من أجل الترويج للمغالطات واستغلال المرحلة الانتقالية التي يمر منها الرجاء لزعزعة استقراره. أصبحت واضحة الوضوح الشمس في عز الدهر. الشك تسلل للمتربصين ودفعهم لاستخدام صفحاتهم المشبوهة وأقلامهم المأجورة وعبيد الدراهم المعدودة لنشر سمهم وعرقلة الرجاء والتشويش عليه قبل صفرة بداية الموسم، خاصة أن الفريق دخل بقوة في ميركاتو الحالي وقلب موازينه بعدما كان في السنوات الأخيرة يرضى بالمركز الأخير في سباق الميركاتو أصبح يتصدره ويحطم الرقم القياسي. أصحاب الأقلام الرخيصة وعبيد الدراهم المعدودة لن تغيروا شيئا بأقلامكم المأجورة عفوا. الرجاء لديه شعب يحميه من أقلامكم المرتزقة، ولو أنشأتم مئات الصفحات المجهولة لن تصلوا إلى مبتغاكم وستضرون كلاب ضالة تنبح للشخص الذي يدفع أكثر، وصدق المثال الشعبي المغربي الكلب إلى منبح مع دمولاه فيه رباح. وفي الختام تحية للأقلام النزيهة وللصحافة المهنية الشريفة، حتى إن أرادوا الانتقاد ينتقدون بوجوه مكشوفة وعلى صفحاتهم الرسمية، ولا يزعجهم الانتماء ما داموا مؤمنين بأفكارهم ومبادئهم. بقلم أيوب كالا قبلي. وهناك أنباء عن تأخير في موعد انطلاق البطولة الاحترافية مدة شهر كامل، وذلك من أجل فتح المجال لبعض الفرق التي تجد صعوبات في العثور على مدربين وإبرام بعض الصفقات لتقوية تركيبتها البشرية، من أبرزها النادي الغريم الممنوع من التعاقدات والذي لم يسوي وضعيته مع الفيفا. الوداد لم يعثر لحد الساعة على مدرب يشرف على تحضيرات الفريق استعدادا للموسم المقبل. بالنسبة لنهضة بركان فوضعيته أقل صعوبة من الوداد، فهو يحتاج فقط لبعض الوقت للحسم في أمر المدرب الجديد، كذلك بعض الصفقات. الفرق التي لازالت بدون مدرب وهي فريق نهضة بركان والجيش الملكي وفريق الغريم وفريق مولودية وجدة. مازن الرئيس الإعلامي بقنوات بين سبورتس القطرية. إذ كان برشلونة صاحب أكبر ثورة في سوق الانتقالات عالميا، فالرجاء الأكثر تجددا عربيا بصفقات ضخمة. أشاد مازن الرئيس الإعلامي السوري بمجموعة القنوات بين سبورتس القطرية بالعمل الذي تقوم به إدارة النادي الرجاء الرياضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ونشر الإعلامي المذكور تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك جاء فيها: من قرابة أسبوع كلما أدخل على صفحة الرجاء المغربي ألاقي تعاقد جديد وفحوصات طبية وأمل مرعب من إدارة النادي. وتابع: إذ كان برشلونة صاحب أكبر ثورة في سوق الانتقالات حاليا عالميا، فالرجاء هو الأكثر تجددا عربيا بصفقات ضخمة محلية وخارجية. وحسمت إدارة النادي الأخضر العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي بتعاقدها مع كل من إسماعيل مقدم ومحمد بولكسوت إلى آخره. يذكر أن رئيس نادي الرجاء عزيز البدراوي يواصل بحثه عن مزيد من الصفقات لتعزيز التركيبة البشرية للمدرب التونسي فوزي البنزرشي استعدادا للموسم الكروي الجديد من خلال مفاوضته للاعب أجنبي خارج أرض الوطن. الرجاء تنتظر قرار زنيشي النهائي في التجديد. ينتظر فريق الرجاء الرياضي قرار حارس مرماه أنس زنيشي بين تجديد عقد وإطالة مقامه رفقة النادي أو الراحل صوب أحد الفرق المهتمة بخدماته. وعلمت قناة نادي الرجاء العالمي من مصادرها الخاصة أن حامي عارين الرجاء الرياضي يتوفر على عرضين، أحدهما من فريق محلي والآخر من نادي خارجي، علما أن الكفة تميل للأول الذي يعتبر الأقرب والأقوى. وانتقل أنس زنيشي للرجاء الرياضي في يوليو من سنة 2015 حيث انتهى عقده الممتم الموسم الكروي المقضي، علما أنه توج رفقة الفريق بالعديد من الألقاب التي يبقى أبرزها كأس الكونفدرالية في مناسبتين والسوبر الإفريقي والدوري المغربي وكأس العرش وكأس العرب.
هذا وعرفت الترسانة البشرية للفريق الأخضر مغادرة العديد من اللاعبين الذين يظل أبرزهم العميد محسن مشولي وعبد الجليل جبيرة عمر العرجول وبدر بلهرود وإلياس الحداد. وسبق للفريق أن تعاقد خلال ميركاتو الحالي مع كل من إسماعيل مقدم ومحمد بوركسوت سعيد أزروال وإلى آخره 58 فريقا في نسخة 19 أبطال لهذا الموسم، والكاف يعفي 6 أندية من الدور التمهيدي من بينها الغريم والرجاء. حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الفرق التي ستعفى من خوض الدور التمهيدي لمسابقة دوري ابطال افريقيا للموسم الرياضي 2022-2023. وحسب ما ذكرته صحيفة في الجول المصرية فان نسخة الموسم الحالي ستعرف مشاركة 58 فريقا مع اعفاء 6 منها عن مشاركة في الدور التمهيدي. ويتعلق الامر بكل من الاهلي المصري والوداد الترجي التونسي والرجاء العالمي وماميلودي سان داونز الجنوب الافريقي حسب النقاط التصنيف لنتائج اخر 5 سنوات. ولازال الحديث جريا عن اختيار الطرف السادس الذي سيكون اما الزمالك المصري او تيبي مازيمبي الكونغولي المتعادلين في النقاط والمحتلين للمرتبتين السادسة والسابعة، في حين لم يحتسب لنهضة بركان صاحب المرتبة الخامسة لعدم مشاركته في المسابقة. وقرر الكاف تأجيل موعد القرعة ليوم واحد إذ ستحسب بعد غد الثلاثاء بدل يوم غد الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة انطلاقا من الساعة 12 ظهرا. وهنا خوتي الرجاوي خواتي الرجاويات الفيديو ديالنا سالا، وإلى عجبك هذا الفيديو ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي واخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. دمتم في رعاية الله وحفظه، وديما رجاء وتعيش الرجاء.